يحبوا يجسوني في فلوسي وانا بتبعتي نرفوزي. هذه احسن اغنيه تعبر علي. انا كلموني حكوا معايا، كلموا مع المانجير وقتها تفهموا. كلمني مانجير قال لي تحب تمشي بنزرت ولا الكلوب؟ قلت له وين انت باش تخير؟ خير مشيت للنادي الافريقي والحمد لله. ومن بعديك كانوا باش يخيروا بين، كان تسمع بي حاتم يتلشقر، كان معانا هداف فريق وبين اشرف الزيتوني، كانوا باش ياخذوهم الزوز. هما الكلوب وقتها حشهم بدي بيفو، اختاروا اشرف وقتها. وتصار له حشي تنجم تقول خو بابا اكيا خويا الكبير، وقف معايا صحيح يرحم والديه، وديما باش نخليها للي نكبر عامل عليا مزيان. ما نحبش نقول حاجه اخرى، عامل عليا مزيان سما، باش نخليها عامل عليا مزيان. هذا ما يعنيش لي انا وقفت معاه في قفص زاد اخويا. رجعت له المزيان نتاعي؟ لا، مش قاعد عامل عليا مزيان، خاطر وقفته كان معايا في كل شيء. باش نحكي بكارت شرطابل، كان يعاون فيا ماديا، يعني يعاون فيا برشا حاجات، ما نحبش نحكي برشا حاجات، اما يرحم والدي وكاهو. عامين الوالي نتاع سي سليم الريحي اللي ما عملش ابورتمون وكهرباء باهي، ما يتسمى جوار، خاطر تحب ولا تكره، راه وصلت نلعبوا كوتر جرومباليا في رادس 5 مليون بريم. تفهم فيا؟ 5 مليون بريم، كنت مش نحقر في الفريق. في الوقت هذاك اي جمعيه من الجمعيات تجي الرادس ديريكت 5 مينوت خاسره واحد، نادي الافريقي ربحه واحد. ما نحكيش على الجمعيات الكبار كيما صفاقس والاطوال، ديما في رادس رابحين واحد 5 دقائق لعب. وكان فما برشا بريمات، فما برشا فلوس وقتها. برشا فلوس. اكثر بريم خذيتوه وقتها؟ اكثر بريم يظهر لي 6 مليون ونص، 5 مليون تونسي و1500 بالدولار. مباراة جرجيس فما عباد ما رقدتش في الليل، فما دي جوار ما رقدوش. كيما تعرف وقت تروح تروح هذوكم يبانوا، نحب نقول كلمة ما تقالش في التلفزة، نحب يبانوا لي جوار اللي الصحاح، يبانوا جوار الصحاح كيما صابر، كيما المنياوي زادة في الوقت هذاك، راه المنياوي كان صحيح، كيما تيجاني في الوقت هذاك زادة، كيما العيفة. دخلنا للتيران، قبل التيران ما نحكي لكش، الناس كل مستنسين مفادلك، ما عادش فما بليت كونسنتراسيون برشا. الماتش خذي أكثر من قيمته، فهمت؟ أكبر من قيمته، فهمت؟ خاطر أنت كي تشوف الجمهور اللي البرة، اللي برا نحكي لك من جرجيس راهو من جربة ومن الجنوب اللي جاو، معناها كان نقول لك فما 60,000 70,000، أقسم بالله 70,000 البرة خاطي للداخل. انت تصور انت جمهور جرجيس يشجع في الكلوب، جمهور جرجيس اللي فما اسبيرونتيس يشجعوا في الكلوب. دخلنا للماتش صحيح من الاول، وقتها كنا نتذكر برومي تون فيز 0-0. جا سي سليم، ماك تعرف انت سي سليم، تقول له كي يدخل بين الميتونيات يقول لك تربحوا تاخذوا هكا. دخلنا دوزيامي تون ديريكتومون وقتها ماركينا، نتذكر دخل وقت عطيت باس تيج مد هالمينيه وبيلانتي يظهر لي ولا ما نعرفش هكاك. ومن بعديك اخويا جا بوتو النور وقتها صارت فوت من فاروق بن مصطفى. الناس الكل وقتها نخموا في فاروق، عاش نخموا في الشامبيونان، نخموا في فاروق ونخموا في 70,000 اللي يستناو باش يمشيو لفاروق، تحب ولا تكره، الناس باش ينزلوا الشامبيونان كلها تخم فاروق، فهمت؟ ولينا نعطيه 100%، أكثر من 100%، وجا البونت والحمد لله يا خويا زين شامبيون الحمد لله يا رب. والله نحب نحيهم 6 شهور من مخي هذوك مصفيقس، ولا نحب نحيهم من مخي. مشينا والله بالنسبة للرئيس من أحلى ما فما في تونس اللي هو مصف خميخ، الرئيس بركة. الاخرين ما نحبش نحكي عليهم، فما رئيس وفما مدير الفريق اللي هو غربال، بقي كل ما فما شيء. ندمت فهمتني، ندمت ما لقيتش راحتك مراد، مش حكيت ما لقيتش راحتي،
ما نحس نحس صفاقس يا خويا ما نعرفش تحسهم تقول عندهم دي باسبور روج معناها خاطيه من الخريطه التونسيه معناها تو انا كي مشيت لقابس لعبت 3 سنين في قابس ما نحكيلكش على قابس وعلى رجال قابس انا في قابس نهز معايا مصروفي 500 الف في الجمعه نروح ب 500 الف ناكل بليش نشرب بليش تعرضك عيله يعرفوك ديريكت يدخلوك لدارهم يوكلوك في صفاقس حسيت روحي غريب بورتون جوالات كلنا اصحابي محليهم فهمتني حسيت روحي غريب ما نعرفش نخرج للشارع نحسهم كلي مدركي فيا فهمت ما عطوكش الطاقه البيئه بورتون رانا عملت اونتام كيما نقولوا من الشهر الاول مع سيلاس عاد مريقلين عملت خاطر عملنا ستاج برا تونس برا صفاقس فهمتني كان ناجح ومريقل فهمت وكورت بريسك يظل لي 15 ماتش كورت 12 ماتش يعني وخذيت ثلاثة ماتشات أحسن جوار يظهر لي. فما مسؤول ما نحبش نقول على اسمه أنا، والله وحرام باش يتقال اسمه في التلفزيون، فما مسؤول يا خويا أنا كما تعرف تحب ولا تكره، عملت حاجة خايبة أنا برا من التيران، عملت حاجة صارت لي حاجة خايبة، الواحد يغلط ويستعرف أنا غلطت، أما كي غلط مش كيما في الكلوب كي نغلط يقفوا معايا جماعة الكلوب فهمتني؟ غلطت في الكلوب ما نكذبش عليك اما وقفوا معايا كي وقفوا معايا ينضج كل واحد يتعلم راه صفاقس ليه صفاقس صفاقسي يا يقفوا معاه ويغطوا له وما يهبطولوش على الفيسبوك وكل شيء انا كي صارت لي المشكله اول واحد هزيت التليفون كلمت المسؤول هذا قلت له راني غلطت قبل ما تخرج الميديا وكل شيء خاطر نعرف انا حشيت حلوه قلت له راني غلطت وصارت هكا والما وغلطت وصارت مشكله واي واحد تصير له مشكله يا اخي مانيش انا ميسي ولا رونالدو نتعارك ونحكوا نلعب رمين نلعب شكب نقعد مع ولاد حومتي نقعد مع اصحابي في نيفو لك اللوطة والفوق زيدا نقعد ما عندي حتى مشكله صارت مشكله طلبته هو اللي فضحني وهو اللي خرج الميديا وهو اللي فضحني في صفاقس وهو خاطر سي موسف الخميخ ما يحبني برشا سي موسف وهو اللي ضغط على سي موسف باش ما لاخر وقت دكتور جلايل يقول لي مراد راني انا سي من اللي حكي معايا هو المسؤول هذا ما عادش عيني باش نرجع لصفاقس يعمل لي اجا ترينا ومن بعد ربي يعمل لي اجا ترينا ما عادش نمشي نترينا خاطر فهمتني خاطر هددني برشا حاجات وحب يفضحني برشا حاجات وهو ضغط على سي المنصف وسي المنصف قال لي زيد خمم وفي اخر وقت فسخنا بالتراضي فهمت سامحت في فلوسي واسمه بالتراضي بعد صفاقس رجعت لقابس عملت عام باهي ما فهمش وقتها ما فهمش فلوس فهمتني المشكله في قابس صارت باش نحكيها باش توضح جمله فهمتني في قابس كنا مع رئيس يعطي للي كادر الفلوس فهمتني والاخرين ما تسيرش هي حكايه هذوما فهمتني كي ياخذوا اللي كادر فلوس والاخرين ما ياخذوش باللي يحسوا الاخرين فهمت ولا لا كي ما حبيتهاش انا كان سمعت بيا عندي 3 جمعة ما لعبتش ترحم من على الحكايه ذي فهمت تروح لحم من جاني مسؤول قال لي هام فليساتك وش يهمك في الاخرين ما انا ما قبلتهاش فهمتني وهكا دي جوار سالهم فهمتني و... على خاطر اصحابك بالطبيعة انا في مش كابيتال راهي هذا اللي راهي في قابس راه يكذب عليك جمهور قابس هو اللي يحكم في قابس هما اللي يحطوا كابيتان وهما اللي يحبوا عليه جاوني وقت انا وجواري اخر قالوا لنا هام فليساتكم وش يهمكم فيهم الاخرين وكاورو كان ربحنا ترحم من فرانا منعنا وجونا باهي فهمتني نحنا ما قبلناش فهمتني روحنا لديارنا ما حبيناش نصرحوا اما جا وقت باش نصرحوا خاطر في قابس شو يقول لك ما مراد الهدلي لعب معانا وما جاش ترحم من الانف على خاطر انا ما جيتش ترحم من الانف خاطر عطاوني فلوسي وقالوا لي شيمك في الاخرين انا ما قبلتش روحت ديريكت لبنان خويا الحمد لله اللي تبعني في لبنان يشوف انا اش عملت والجمهور يحبني الحمد لله ومريقلين ان شاء الله عام الجاي باش نرجع معاهم ان شاء الله عام الجاي باش نرجع معاهم جوي باهي الحمد لله الكره في لبنان تبعت برشا على البطوله التونسيه من ناحيه فنيا راهي تونس اوروبا عباره راه بنحكيو لوجيك راه كي لبنان كي تحكي على تونس عباره يحكوا على اوروبا راه
على فكره راه فما دي جوار غاديك ملعبيه ياسر واحد، اما النيفو تحت تونس. محمد امين بن عمر، محمد امين بن عمر كامل لاعب كامل، بوتو قاعد لي في بالي ترحمي دنين مع سياس ياس. الجول انيس هذا كان يترينا معايا في السوتي، قال لي كانت ماركي قال كلام، هو كانت ماركي قال كلام فهمتني. قلت له والله ما ماركي لكم، ماركيت الوقت مع صفاقس في مدني ديديكاس للجول هذا للجول، خاطر التو في مخي خاطر عناد فهمتني. جابوا صابر خليفه، صابر 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 من القليل تلقى، ما فماش في تونس صابر برجولية، برشا عباد تحكيو عليه يزي ما باش نحكي عليه انا فهمتني. صابر صابر راهو صابر راهو يعطيك جوار يبدا ما عندوش فلوس يعطيك مصروفه، صابر يعطيك كرهبته، عنده اربع كراب يعطيك كرهبته تخرج بها فهمتني. ما نحبش نشكره برشا، اما ما فماش منه صابر. هو صفاقس النادي الافريقي، النادي الافريقي طبعا سليم الرياحي في كلمه شنو يقول؟ سليم الرياحي باهي برشا جوارات قليلة تلقى جوار يسب سليم الرياحي على فكرة، راه ملي ترينا عنده يمكن الجمهور يسبوا، خاطر فما دي جوار جاو جابوهم مثلا دي زاجون ولا جابوهم مسؤولين يلعب لك تروح يا خو من بعد نسمع بيه خذي مليار خذي 900 خذي 700 بورتون ما 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 لعبش حتى. هذاك اللي المشكلة راه هو سليم هو اللي غلى الكرة في تونس فهمتني. جاب دي جوار معناها ما يسولوش طلعهم الفوق فهمتني. انت قبل اقوى جوار تاخذ ب 200 مليون ب 300 مليون تاخذ اقوى جوار في تونس. ماجدي الخليفي يعني ما ماجدي الخليفي من حتى كي كنت كاور في الكلوب ديما انا وياه كون يكون ما يجيش مسؤول ما يجيش انا نقول له انا وما عنديش حتى ما نخافش منه انا حتى كي كنت في الكلوب ما نخافش منه. هو ما يجيش مسؤول مش حتى وارد وكليم وما يجيش بتاع مسؤول فهمتني. رضا دريد، رضا دريد ذي ما نعرفوش، اما فما مره انا باش نخرج بري باش نفسق من الكلوب وقت اخر عامي فهمتني ماشي الجيبس ذي نحب نقولها ونحب نفضحه. قال لي اعطيني 20 مليون تنجيب لك نطلع للسي سليم نجيب لك ريزيلياسيون. حب نفضحه هذا خاطر طب ليه واحد لبس عليك واحد بزازون باسمك وواحد وتجي تقول له عندي بروف راه وقتها راه عندي في التليفون القديم نطلب فيه وقتها ما نعرفوش انا رضا دريدي اقسم بالله لا نعرف وليته وقتها انا نطلب فيه وهو بجنبي يا اخي. قال اعطيني 20 مليون تو نجيب لك ريزيلياسيون. قعدت بيت انا قلت هذايا دخل الكلوب جديد ربي تستر من الكلوب خويا. حمدي مدب هذي قلت لك انا راني اقسم بالله اقسم نحبه لله في سبيل الله اقسم بالله طلع عليه خاطر انا خلت برشا من الاسبيرونس دي جوار من الاسبيرونس كي يحكيوا لي عليه نحس في روحي معناها ذليل معاهم فهمتني. تو انا كي نمشي نحط الكاريتي باش نشوف السالير نتاعي ما فهم شيء بعد بخمس ايام روتا يمشي صاحبي هذا يحط كاريتي ويلقى ساليرو موجود فهمتني. ما نحكيش راه كوتي فلوس راه حتى تبدا مرتاح في مخك. معناها تصور واحد داخل يلعب في ماتش وامه قبل بالنهار قالت له مراد مثل خلي لي مصروف وانت ما عندكش راح حط روحك في بلاستيك فيه باش تكور تخمم في امك تخمم في الفلوس تخمم في الجامعه. ثلاث حمد البدر ما يخليكش هذوما الثلاثه ما يخليكش طلعش يخليك تخمم كان في الكون كان في الكون كوليبالي هذاك بتاع الاسبيرونس جا للكلوب قادم طيش ثلاثه شهور من بعد مشى المستي هاك كي كلمو حمدك ووفر له هاك تطور وهاك تشوف فيه خو تحب ولا تكره خذيه فكره خايبه فهمت علي انا فهمت انا توا كي في لبنان كي سالوني على اسامه الدراج عطيتهم كلمه باهيه معناها كي مش يجي معايا اسامه فهمتني عطيت كلمه باهيه وجوار كبير وهكا وهكا وما عنديش حتى مشكله مش مزيه ومانيش هو ملعبك برشا وعطيت صحيح يعني. امانه يجيك رئيس يحط لك في كونترات ويسوفي تاخذ كارتون روج ولا تعمل مشكله ولا تضرب انترونور ولا تفسخ الكونترا وما نعطيك حتى دور تفهم ايش معناها انت
فما وصلت له برشا حاجات. انا تو مثال نعيب، انا مثال رضوان الفارحي يطلبوا يهزوا مسؤول من لبنان يقول ما رضوان الفارحي العبر في لبنان، كي يقول له مراد الهذي يقول له لا يكوارجي وبي، اما رد بالك منه راهو ماهوش ما انت تعرف فاش نقصته، فهمتني؟ عيب عيب والله عيب. اول حاجه جاي نحب نعطي البلوس، فهمتني؟ يستناو فيا لازمني نعطي البلوس اول حاجه. ثاني حاجه نشكرهم على الثقه اللي عطوها لي ونشكرهم، وراني ما دللتش، مش يبدا في بالكم راني ما دللتش، حتى الرئيس ينجم يصرح عطيته واش نحب. صحيح وافق لي ديريكت، اما كان حكي معايا ونقص ما عنديش مشكله والله العظيم، على خاطر انا نحب نكاور في جنوبي والله متلاويه تطاوين حطيت في مخي، فهمتني؟ وبعد درني نمون خمم قلت باش نصح في بنزرت، ومن بعد فهمت فما حمام لمف كلموك ليه؟ اي فما حمام لمف، اما مشكله فيها تو سامحني سي الفاضر كلمتني وتفاهمنا على رونديفو، راني انا نمشي بالكلمه ما وعدش به الرونديفو، عاود كلمني صباح قال لي والله اليوم وما تعمل شيء، قلت له سايي راني يعني. وانا قلت لك قبلها بليله راني نتفرج في امير حاج مسعود، فهمتني؟ فهمت خاطر في تونس ما يعطوش الفلوس، راك تعبوا حمام لمف وسليمان والشاب هذوما ما يعطوش راهم فلوس، او نعطيك يعطوك شويه شو يعطوك، فهمت؟ وليت نخمم فيها كوتي فلوس انا تو ما عادش نخمم، انا كارير تحكي علي الراجل لاعب ايكيب ناسيونال ولاعب في صفاقس، وكان باش يجي كونترات مليار بزوج مليارات و200، وكان بالشوفارات اولاده يمشيوا بالشوفارات، وبعد تقول لي راني لعبت في صفاقس وهزيت بطوله وهزيت شامبيونز ليغ وهزيت اي ومبا اي ومبا اي عايد الحمروني مركي في الكورنرات اي برا بيلانتي اي ومبا فهم شيء. شوف رضا الهمامي انت، شوف فوزي الانشيري، شوف في ولاد حومتي هذوما نحكي لك ولاد حومتي راهو ليفل 1 تحكي لي حتى حكايه. رضا الهمامي هذيك يقول لك هذوما راهو يعني كي النيفو الاول، ما نحكيلكش على النيفو الثاني، انت كي تشوفها كاش تقول ولي نخمم فلوس خويا، نخمم على امي، نخمم عندي 12 خو خويا، عندي 8 اولاد و4 بنات، نخمم عليهم، نخمم على مرتي وجايني صغير، فما حاجات لازمك تخمم من بعد، فهمتني؟ هذيك عليه خويا.